السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عشاق قناة الصيد والترفيه. من خلال رفعنا لفيديوهات صيد الصقور وطرح الصقور، لاحظنا في الفيديوهات أن كثير من التعليقات لأشخاص ربما لا يعرفون الصيد، وربما يكونون صيادين لكن لا يفهمون في طرح وصيد الصقور. أنهم يسألون كيف يمسك الصقر وما الذي يمسكه. اليوم سنشرح لهم عن طريقة وعن الفخ الذي يسمونه الصقالين شبك صيد الصقور. سنشرح لهم هذه الشبكة، وهي ليست نوعية واحدة بل فيها كثير من الأنواع من الشبكات، وبأشكال عدة وبطرق عدة في كل بلدان تختلف الطرق على بعضها البعض. وفيه من يوضع على حامل سلكي، وفيه من يوضع على الجلد، وفيها شبكات لا تربط بثقالة بل تطير بها الحمامة، وفي شبكات تربط بثقالة. اليوم سنشرح هذه الشبك، وهي عبارة عن سلك سنارة يقوم بلفه على اثنين، وفيه من يلفه على أربعة حسب السمك وحسب الاحتياج، وفيه خيط لكي يشكل عقدة منغلقة تغلق على رجل الصقر بهذه الطريقة. طريقة صنع هذه العقدة سنضعها في فيديو في آخر هذا الفيديو يشرح لك كيف تصنع هذه العقد، وتركبها أنت على حامل مثل هذا، كان من الجلد أو من السلك. في فيديو يشرح ذلك للمبتدئين في القناة، بإمكانكم أن تشاهدوه في النقطة في أعلى الفيديو. وكذلك هناك خيط هنا يتم إدخاله في جناح الحمامة الأيسر، يتم إدخاله في جناح الحمامة الأيسر والأيمن. هناك من يثبت هذا الخيط ويدخل جناح الحمامة، وهناك من يتركه لإسهال إدخال جناح الحمامة بهذه الطريقة. ثم بعد إدخال جناح الحمامة الأيمن والأيسر هنا يتم تثبيته بهذه الطريقة ليكون نفس الخيطين يربطان في رجل الحمامة، وهناك خيط آخر للتثقيل يربط في ثقالة في آخر الخيط ليمنع الصقر من الهروب. ويستحسن ألا تكون الثقالة ثقيلة جدا كي لا تضر الصقر، بل تكون ثقالة لا تجعله يطير فقط. المهم هذه هي الطريقة. الصقر عندما ينزل على الحمامة تدخل أصابعه أو رجليه وتغلق عليه بهذه الطريقة، لا يفلت أبدا. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. أنتم الأفضل عشاق صيد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.